أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه السلسلة الخاصة من قصص الحرب. والحرب غيرت إيقاع الناس، حبستهم في البيوت، عرضت وتعرض حياتهم للخطر بشكل يومي، قطعت عنهم الماء والتيار الكهربائي، وعرضتهم للجوع. مشاهد نهب الأسواق والمتاجر تخفي ورائها كم من القصص المأساوية لمواطنين فقدوا مصدر الدخل، فواجهوا الحياة بالخروج للشارع ومحاولة الحصول على شيء يسد الرمق أو شيء يمكن بيعه. مراسلة دبنجة في الخرطوم تحدثت لاثنين من النساء الأمهات الشابات، إحداهما تحمل ثلاجة على رأسها والأخرى تحمل جهاز كمبيوتر، خارجات من ناحية السوق العربي. هذه الأشياء يسمونها غنائم حرب، ويتخلصون منها بالبيع، ويعرضون حياتهم للخطر من أجل الحصول على بعض المال للعلاج أو للأكل. السلام عليكم يا أختي، شايفاك شايلة تقيل، جاية من جوا من العربي ولا من وين؟ والله جاية من العربي. قدرت تدخلي؟ ما في أي مشكلة هناك؟ في صعوبة وفي خطورة وأي حاجة، لكن برضو الواحد شنو؟ بجاسف كده بيمشي عشان أولاده، أصلاً ما لاقين حاجة يأكلوها في البيت، الواحد بيجي عشان يحاول إنه يبيع في الشارع حب حاجة يوديها لهم احتياجاتهم في البيت كده. وحصل شنو انت أساساً من أول يوم من الحرب دي؟ هو الأسئلة أكتر من 30 يوم، حصل شنو معاكم كان من أول يوم؟ والله حالتنا كانت سيئة بصراحة كده، احنا ما مرتاحين. كنت ساكنة وين؟ احنا ساكنين في الشجرة أصلاً. في الشجرة، والحصل شنو يعني أول يوم؟ كان في ضرب في الحتة؟ كان في ضرب، أي رصاص شديد، احنا لما انجرينا أصلاً خلينا بيوتنا يعني. واسي لكن رجعتوا؟ هسي أي قاعدين. واسي حالياً قلتي ماشي تجيبي أكل، شايفاك شايلة في راسك شنو شايلة؟ وده شايلة لي ثلاجة بشيل يعني لو لقيت زول اشترى ببيع، بمشي بشتري لأولادي زيت بصل حاجة زي دي كده يعني. والحاجات دي بتتلاقي وين يعني؟ في الشارع؟ انت يعني احنا ما بنخش جوا اصلا يعني في ناس بتطلع حاجاتها لما يدقوا الرصاص كده بيقوموا شنو؟ الناس لما تدق الرصاص بيجروا واحدين، انت المحتاجة دي بتشيلي وبتمشي كده. ايوه يعني بالرغم من انه في رصاص لكن انتوا مع الرصاص ده بتحاولوا انكم انتوا يعني مجازفة والله شديدة جدا جدا. بالذات انا دي يعني ابو اولادي متوفي. يتوفى في الحرب دي؟ لا لا ما يتوفى في الحرب. يعني انت اساسا ارمله؟ ايوه. واصلا كنت بتعتني باولادي، كنت شغاله شنو؟ انا كنت شغاله شاي وشغل الشاي، هسه خلاص هاي ما في طريقه هسه طبعا مع الوضع دي. في اس المجازفات عندك اولادك وبناتك برضو بيطلعوا معاك لل؟ لا لا ما قاعده اطلع عيالي لانه خطر. خطر شديد، خطر عالي. ايه حصل لك موقف معين في طلعتك دي ولا كده؟ لا لا ما لقيت والله، يعني ما في حاجه سيئه لقيتها انا. ايوه لكن ما في اصلا قوات موجوده جوا العربي؟ انت هسه جاي من العربي؟ ما من المحون احنا، لكن بنسمع صوت الرصاص. بتسمعوه من بعيد؟ اي لكن ما لمحنا لا من كده لا من كده. ايوه تمام. واسي ان شاء الله الاوضاع يعني انت دايره تقدم اي مناشده لاي زول لانه دايرين نوصل صوتك انه انت بما الحرب دي يعني رايك فيها شنو؟ يعني بصراحه احنا الحرب دي والله بصراحة يعني للغني وللفقير أثرت معانا شديد، يعني أثرت معانا شديد 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 بصراحة كده. يعني إحنا ما نكون يعني إحنا حتى لو فقيرين ما نكون في الوضع اللي إحنا حاسي فيه، ونخش العربي ونمشي نجيب وشمش وبيك ورعين وتعب ومشي مسافات طويلة. أيوة. بتمشوا في نفس الوقت أصلا عشان جناك يأكل، يعني وابتدتوا على إنه أنتوا تشتغلوا بعرق يدكم. أيوة. مش إنه أنتوا تعتمدوا ما نس فيه الحق زول. بس الحرب ده استرد معانا شديد، يعني خلتنا نحن نعمل حاجات يعني ذات ربنا ما بيقبلها، لكن الواحد مجبور عشان جناه. يلا يا اختي قشي دموعك، قشي دموعك، قشي دموعك يا اختي. ربنا يهوين ان شاء الله، ربنا يهوين، ربنا يهوين. والمعاكي دي بنتي زي كيف؟ كويسه؟ كويسه كويسه. جايه من جوا؟ لا لا ما مشيت العربي جوا، مشينا برا هنا. مشيت برا هنا. وكيف انت عامله مع الحرب دي؟ ظروفك كيف انت؟ تعبانين، يوم ناكل يوم ما ناكله، قاعدين زي ده، والمويه عادي نجيبها من بعيد بعيده.
بدق هي بابية زينا قلو دارين موية. والناس عادي ممكن تديك موية ولا في مشكلة يعني؟ في نص بقول لها ما عندي موية نص بدينا. نجيبها نقعد ربطونا بس. يعني موية شوية شو بس بالزول يربوا. الله يهون. وكمان الكهرباء طبعا ما في كله كله. كهرباء ما كهرباء ما في. انت كنتي بتمشي المدرسة ولا؟ بتمشي بيها أولاد كلهم كان بيمشوا هسه خلاص ما في مدارس ما في أي حاجة ما في مستشفيات احنا بقينا يعني بأنه رغم أنه تعبانين تعبنا أكتر من الأول. الله يهون. خلاص. تعبنا أكتر من الأول. الله يهوينا. أديك كلمة أخيرة دايرة تقول شنو؟ والله دايرة أقول إنه الحرب ده ما في داعي له لأنه مؤثر كبير للدولة اللي نحنا قاعدين فيها كون نحنا مواطنين ومؤثر كبير يعني للجيش ولل يعني الناس ما تحارب توقف الحرب ده عشان الناس تقدر تجيب على رجلينا تقدر تأسس صح يعني هسه فيها أطفال أبرياء يعني ما عندهم ذنب الحرب دي دمرت لهم مستقبلهم ونحنا نتمنى إنه الحرب ده يجيف عشان الواحد يقدر يشتغل بيده وياكل حلال وبيده ما يخش في الحتة حتى المايا الله يحول يا أختي كنت بتقول فيش ناس سيليا ما في داعي لكن مشكلة ناس الطيارة تيجي تفك 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 في كام بيوت يتحرق ويشوف الجوع والناس هم جرى هلا شوف ما عندهم زنب مش ماتوا واسي مسافة قيام لحرب ده والناس المين دمزم قيمو تساي والكهرباء والجو والأطش ما في حاجة ناس تعبانين في بيوتهم المستيفات مكفولة مشكلة ناس أقصانين تعبانين لود ما ممكن يعمل حرب في السودان هنا السلام عليكم يا جماعة شايفك تعبانة يا أختي بس أنا ما عايزة أتكلمي وما عايزة تتكلمي ما تمشي خلاص أقعدي ما تتضايقي أقعدي مرحب بك أهلين سهلين شايفك شايفة لك كمبيوتر جاي من الجوة العربي ولا أكيد طبعا والله في معاناة شديدة جوة في العربي يعني عانى الضرب وكده أنا يعني بجد بصراحة كده جلعني غناصة الطلقة شفتها في عيوني وقعت صراحة يعني كان حي يعني تصيبك الطلقة؟ أيوة والله دي المرة الثانية يعني فعشان كده قمت شلت حاجة بس كده طلعت برا ما بقدر أخاطر بنفسي أكثر من كده وقبل كده كنت جيتي كم مرة؟ لا دي المرة الثانية صراحة كده وحصل شنو معاكم من أول يوم من الحرب؟ تعبانين شديد يعني غناصين واسمه شنو يعني الجوع حاصل في حاجة كده الناس تاكله كده يعني قدر قبل ياخذ ناكل عدس وناكل اسمه شنو ياخذ القراصة العادية تعودنا على القراصة العدس والرز والأمور زي دي لأنه أصلا ما في ما في مصدر بتاع رزق أساسا يعني كده وقبل الحرب كنت شغالة؟ لا ما كنت شغالة لكن يعني كان أبونا وضعه كويس يعني بنقدر ناكل بنقدر نتعالج وكده هسه حاليا لا في حبوب بتاعة علاج وما في أصلا يعني الحاجة الطريقة ما في أصلا محل علاجات وكده ما في يعني اختصار الموضوع احنا متدهورين وتعبانين شديد يعني هسه 1000 جنيه 2000 دي بنلقاها بعد خراج روح الألف ولا 2000 دي ذاته يبدو عليك من ذاته الإرهاق والله أيوة أنا موقفاكي معلش تعبانة شديد تعبانة مشكلة طيب أنت هسه من أول يوم حصل معك شنو يعني أول يوم أول يوم في الاشتباكات دي يعني كنت أصلا ماشي سوق الجمعة عشان أشتري لأولادي ملابس فما قدرت الاشتباك ده مشيت يعني كان عندي صرف الصندوق كده كنت أمشي يوم السبت فما قدرت إني شنو أرجع يوم السبت أمشي أجيب الحياة دي لأنه سمعنا بالاشتباكات دي زي الساعة 10 و9 كده إحنا سمعنا الاشتباكات دي فالجروزات اللي كنت أخذتها عشان أشتري بها لأولادي صرفنا بقى وانتهت أيوه يعني زاد حالنا كده بصراحة كده بس الحمد لله وبالنسبة للضرب يعني كانتوا قريبين منه ولا لا احنا في الشيرة اصلا الاشتباك الاول ده حصل هنا في الجبل في طيبة والحتة ده كان بتسمعوا لكن بنسمع اي صوت الحاجات التقيلة اللي بنسمعها في البيت هسي قبل كم يوم في طلقة خشت لنا في البيت والله العظيم زاد عمنا عديل يعني جرح في البيت جوا يا ساتر اصابته وين؟
في المنطقه بتاعت الصدر ما بين الصدر والبطن. وبيدي الرجل اسعاف طوال؟ لا هي خدشه بسيطه يعني ما خشت لجوا خرشه يعني كان سلاخيه. اي سلاخيه. طيب ما لقى اسعاف يعني في البيت ولا اي شيء؟ ما كبت دم؟ ما في. عملنا له بس الليمون والامور البلديه دي بس. قريب منكم في اي مستشفى؟ في مستشفى باستكير شغال. باستكير سي باستكير والله ما متاكده صراحه، لكن اغلب المستشفيات دي طبعا ما شغاله. دير رجع لك تاني لل يعني جيتك هنا وقلتي جيتي مرتين بس. يعني الحاجات اللي بتشيليها دي بتستخدميها كيف يعني؟ تعملي بيها شنو؟ يعني لانه هسه شفت شيء للكمبيوتر. احيانا الحاجه اللي احنا ذاتها بنشيلها يعني بنبيعها عشان نتصرف. ايوه نقدر ناكل نجيب عيش زينا زي الناس. ايوه يعني الحاجات اللي بنشيلها بنستخدمها في البيت اصلا نبيعها نصها. وفي ناس قدموا اعانات بالنسبه للوضع ده؟ اي احنا والله بس عايزين يعني حاجه مثلا يعني البلد فيها ضغط كده حاجه تسفرنا حاجه يعني قروش وكده. ما في قروش، احنا اللي بقينا عيالين ما بنقدر نتعالج. ايوه يعني هسه هدف هدفكم انه انتم دايرين تطلعوا قروش ونطلع او حاجه، لانه هنا الوضع بصراحه لا مويه لا كهرباء ده كله ما في. أيوة. يعني وضعنا ده تعبان شديد. يعني هسه هدفك انه انت تطلع من الخرطوم، حتمشي وين؟ مدني سنجا سنار بنمشي احنا. المهم تطلع من الخرطوم ولا برا السودان؟ نفسي اطلع برا السودان انا اولادي. طبعا اولادي ما عندهم جواز، لكن انا عندي جواز. لكن اولادي الاثنين ما عندهم، ابونا ما عنده جواز. فانا لو يعني لقينا جوازات لقينا حاجات ما ضروري جوازات اصلا. أيوة. بس الناس تطلع من هنا، لكن انا عن نفسي عندي جواز الحمد لله. رايك شنو في الحرب الحاصله دي؟ ها فيها زول مستفيد؟ ما في زول مستفيد، احنا التعبانين بصراحه، احنا التعبانين. وفي ناس يعني عندنا، انا عندي خالي توفى بسبب الحرب دي. وين؟ في بحري. البركة فيكم. الله يبارك فيك. بالنسبة لأوضاع الأسرة كلها كيف؟ تعبانة شديد. إحنا أغلبيتنا ما قدرنا نسافر عشان الوضع المادي تعبان. والأمن بالنسبة لأهلي كلهم في حتة واحدة ولا في حتات مختلفة؟ هنا عندي أهلي في بحري في الشجرة في الكلاكلة، يعني ما بتلقى ممكن معظم النازل بيكونوا متفرقين، ممكن ما يكونوا في حلة واحدة. وتتواصلوا ولا؟ نتواصل احيانا، احيانا الشبكات بيشيلوها وكده. عدم الشبكه وعدم الرصيد بالذات، الرصيد بقى مشكله صعبه شديد. اذا لقيت كرت ب 500 يبيعوا لك ب 2200، يعني الناس بتشتغل ذات الحرب عرفتي يعني. ان كرت اذا كان ب 500 جنيه بيقول لك ب 1200 او ب 2000، او كرت ال 1000 جنيه بقى ب 2200 عرفتي. انا تعبانين شديد. انا داير ارجع لك لحاجه يعني بين، انت قلتي انه كان الغناص قرب يصيبك. اي والله العظيم. لكن شايفاك في نفس الوقت صامده، يعني هسه انت مشتكيت الا من الحر وكذا. ايوه وانه اثر على الوش والكريم وكذا. بجد والله العظيم بس حقيقي. طيب شعورك شنو بالقصه بتاعت اللحظه دي انه كان طلق عايز ارجع لاولادي بس ما تنصرني يعني. بس بجد انا عندي اولاد اثنين ما اقدر اختار، يعني اختار نفسي عشان ما عندي زول بيربي لي. وبعد ما اللحظه دي مشت اسير في شعري انه مريت بتجربه صعبه شديد شديد شديد. تجربه صعبه شديد، تجربه صعبه شديد صراحه. يعني ما اعرف لو في ناس بيساعدونا وكده، يعني وفر لنا حق التذاكر، وفر لنا حق الحبوب العلاج كده، دي اهم حاجه، والاكل والشراب وكده. طيب بالنسبه لدائرة اتكلم لك تاني برضو عن تجربتي انت كنت يعني حتصابي بطلقه من غناص. عندك اي حاجه عايزه تقوليها؟ انا بس بتمنى انه يعني الوضع ده يهدى والناس ترجع لحالها وكده الزمان، لكن بتمنى يوفر لنا الحبوب والحاجات زي دي، يوفر لنا الاكل يعني. الناس بتمنى منظمات يقدموا لنا اكل شراب حاجات زي دي. طيب بس انت لو لقيتي فرصه تانية ترجعي لنفس الحته اللي كانت حصلت برجع صح؟ ترجعي؟ برجع، لانه احنا وضعنا كعب شديد. ما عندك حل ثاني؟ ما عندنا حل، ما في مصاريف اصلا، ما في مصاريف. من انت عايزه ترجعي لاولادك؟ ايوه ما في مصاريف. احنا الحاجات اللي بنشيلها دي بنبيعها ب3 ب2000 ب1000 جنيه عشان احنا نقدر ناكل نجيب حق العيش بس. لو في عدس متوفر في البيت احنا العدس ده مصيره انت ايه. طيب يعني احنا تعبانين بجد والله، الكلام ده حقيقي، احنا بجد تعبانين. إلى هنا نصل لنهاية حلقة اليوم، وإلى قصة أخرى لكم تحيات الفريق العامل براديو دبنجا.